طبعا اذا قلنا ديهاد معناه قلنا دبي، اذا قلنا دبي معناه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب دوري حاكم دبي، معناه نمبر 1، هذا نطلبه. اذا ديهاد نمبر 1 لهذا المطالع. نحن طبعا هلال احمد الاماراتي شركاء استراتيجيين في هذا المعرض من بدايته، هذا 12 ان شاء الله 2016 بنكون متواجد بقوه. انت لم تقدر تجمع ما يقارب ل 396 شركه، مؤسسة إنسانية خيرية حكومية غير حكومية من 66 دولة تحت قبة واحدة لمدة 3 أيام، ثم تعمل لهم فسحة بسيطة من مخهم لتعطيهم المحاضرات والندوات، هذه ترفع من قيمة الحضور. الناس تعرف أنها الآن الإغاثة أصبحت صناعة، وليس إنما تعال شيل لي معونة أسلم لي إياه، الإغاثة أصبحت صناعة، دخلت في السياسة، وأيضا الأمر الأساسي هو الإنسانية، وهذا أمر إلهي لابد أن نقدم العون. شكل ما قال سيدي سمو الشيخ محمد اليوم في التصريح الأخير، نحن نمد يدين العون لكل إنسان ومحتاج، وهكذا ديهات. طبعا اليوم شاركنا عدة أشياء جديدة شفناها نحن، وأيضا المعرضين في معرض واحد أكثر زخم لهذه، هناك مواد غذائية حقيقة اللي هي المواد الجافة السريعة شركات تقدمت، هناك مواد الإيواء خاصة الخيام، وأيضا عملية النقل، يعني النقل اللي عرفنا هنا هناك في عملية النقل هذه أثرت ديهاد السنة هذه 2015. لابد يكون يحضر المؤتمر ناقش الوضع الحالي، الوضع الحالي لما تناقش الكل يعرف، لكن لما يفهمك مفهوم انساني ينسى الجانب السياسي وينسى الجانب الحزبي، يتعاون مع بعض في انقاذ البشريه. بالنهايه ايش رايك بتنظيم المعرض؟ عندك اي فيدباك عن المعرض؟ شكرا جزيلا لاندكس، شكرا حقيقه شخصيا سعد الدكتور عبد السلام المدني والفريق العمل اللي عنده، حقيقه الفريق يستاهل التقدير.